بسم الله. جامد موت بجد، تسلم ايدي. دلوقتي يا جماعة هنقطع الطماطماية والبصلاية، فتقطيعي شوية يبقى غريب بالنسبة لكم. الله، عسل. هنحطهم في الخلاط. البصلاية، البصل ده بيخلي الواحد يدمع. عسل. نحط البصل مع الطماطم في الخلاط ونضربهم، نحط عليهم شوية مية، ويلا بينا نضربهم في الخلاط. احنا دلوقتي زودنا نص معلقة قرفة على نص معلقة البهارات، وهنجيب الطماطم والبصل نضربه في الخلاط وهنحطهم عليها. زي ما انتم شايفين، وهنجيب شوية مستردة الطريقة دي انا بفضلها اكتر من الطريقة بتاعت زبادي وتوم البودر والبصل، لان النكهة في دي بتبان اكتر. فيلا بينا نقلب بالتتبيلة معانا كده. دلوقتي هننزل بالبهارات، جوزة الطيب معانا. هننزل بشوية فلفل اسود، هنزود كمان شوية حلوين. طبعا نسينا الملح، فهنزود شوية ملح. طبعا وانا بقلب التتبيلة دي انا هي وجعتني بالبصل وبدأت تدمع. كده التتبيلة تكون جاهزة معانا، وننزل صدور الفراخ عليها. يا سلام بقى، اديله، بحب البني ده موت. قطع قطع. بعد كده انا هفتح مطعم يا جدعان، ونقلب نقلب بقى ايه التتبيلة بايدينا كده اللذيذة. يا جدعان انا اول مرة اطبخ في حياتي، انا كنت بعمل بيض بالعافية، فاخدت الطريقة دي من مراتي وبنفذ اهو، وهي طبعا بره، وبركات المسيك لل دي. الفراخ جاهزة تتحط في التلاجة لمدة ساعة على الأقل، وعايزين تحطوها أكتر مفيش مشكلة. كده الفراخ تكون جاهزة معانا عشان نحطها في التلاجة. نحط الكيسة دي عشان تدخل في التلاجة لمدة ساعتين إن شاء الله. وما تنسوش تعملوا لنا سبسكرايب واشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس، ويلا بينا. طيب دلوقتي يا جماعة هنعمل مكرونة، والفراخ في التتبيلة زي ما هي. دلوقتي حطينا على النار زبدة وزيت، وهننزل بالفراخ معاهم. هتاخد تشويحة كده لحد ما تاخد لون معانا. يا سيدي، حد يقول لي ما انت عامل بانيه والفراخ دي لازمتها ايه؟ الفراخ دي هتاخد لون وهتبقى معانا في المكرونه زي طاجن كده. دلوقتي الفراخ خدت لون، هننزل بالبصل. هننزل بالبصل. البصل خد تشويحة حلوة، وهننزل بشوية الفلفل. طبعا أنا بصور وبطبخ في نفس الوقت، فالموضوع صعب شوية. برضه نسيبهم ياخدوا تشويحة شوية، وبعد كده هننزل والطماطم والمكرونة.
الفلفل بدأ ياخد اللون برضو معانا، هننزل بالطماطم. يا سيدي ونقلب. ونسيبها شوية بقى. اختياري مرق الدجاج، بنحطها على الطماطم والفراخ وكل حاجة. وبعد كده بننزل بالبهارات، جوزة الطيب نحط شوية صغيرين، كمون، زعتر، بحب الزعتر جدا في الأكل، فلفل اسود مش كتير، وطبعا اللي بيحب الحبهان بنحط اتنين كده نقلبهم. ونسيت احط حبة قرفة عشان بحبها جدا، فنحط حبة قرفة صغيرين كده، تبقى بتدي طعم حلو قوي. نسيب كل ده مع بعض. لو عايزين نشوف الاكل بالظبط نحط شويه خل، هو ده سر. ولو عايزين تحسوا الفراخ او الطاجن يعني، ولو عايزين تحسوا ان المكرونه مع الفراخ زي الطاجن اللي بيتباع بره، نحط شويه خل، شويه صغيرين، كمان شويه، بيدي للمكرونه والفراخ طعم حلو قوي. دلوقتي يا جماعه طلعنا الفراخ من الثلاجه، ومعانا بقسماط وفيجيتار وعليهم شويه شطه وزعتر، ومعانا البيضه بقى هنحطها هنا. وعليها شويه لبن، عليها شويه لبن، حبة فلفل اسود، حبة فلفل اسود، نقلبها مع بعض. طبعا اللي مش شايف وانا بطبخ وسعها بالحب كده، ايه رايكم؟ بعد كده هننزل بالفراخ بقى، هنكمل البشتور عشان قطعات شويه صغيرين، نقلب الخليط بتاعنا البقسماط مع البشتور مع شويه شطه عشان تبقى سبايسي، وشوية زعتر لأن أنا بموت في الزعتر ده يا جدعان. لازم يكون متناسق كده مع بعضه. تمام كده. بعد كده ننزل بقى بالفراخ على البيض، وبعد كده البقسماط في الاخر. يلا بينا. ودلوقتي يا جماعه هنحط بقى الفراخ في البيض، وبعد كده نحطها في البقسماط والفيجيتار. هي دي قطعه كبيره شويه، ممكن نفصلها عن بعض. لازم تكونوا طبعا غاسلين ايديكم، وبعد كده تشبعوها بالبيض، وبعد كده تنزلوا بالبقسماط على طول كده. طبعا بالنسبة لي انا اول مرة اعمل الكلام ده، فالموضوع صعب شوية. كده تكون جاهزة معانا. وهكذا بقى منزيل، حطها في البيت وبعد كده في البطن. موضوع سهل يعني، مش عارف الستات دي بتتعب على ايه. دي بتاعتي، دي انا اللي هاكلها.
وهكذا يا جماعة كده. ايه وسامعين صوت الصلصة؟ صوتها جامد جدا. لازم تغطوها كلها، الجار شكله هيخلص اصلا. وكده اخر واحدة معانا زي ما انتم شايفين، نحطها هنا وبعد كده نحط عليها الاستكاية كمان ونحطها في الفريزر 5 دقايق بالظبط. فهننزل بالبانيه على طول كده. انا بخاف من الولعة. الصلصة زي ما انتم شايفين جمدت على الاخر، هننزل بالمكرونة واحدة واحدة كده، واحدة واحدة دي انا عاملها طبختها واحدة واحدة بتتكرر. ونقلب بقى جامد يا جماعة من تحت لفوق. مش هتقع، هنقلب كده زي ما انتوا شايفين كده. خلاص البانيه بدأ ياخد اللون الذهبي اللي انا بموت فيه. يا لهوي. طيب يا جماعه ده الشكل النهائي بقى بعد ما المكرونه طلعت، وادي البانيه اللون الذهبي اللي بموت فيه. فيعني تسلم ايديا بجد يعني. يلا بينا بقى ندول الاكل ده. بعد ما خلصت الاكل واتلسعت في ايدي الله يخرب بيت الطبخ، ده شكل المكرونه النهائي، وادي شكل البانيه باللون الذهبي طبعا اللي بحبه. فيلا بينا ندوق. بسم الله، يا رب يكون اكل طعمه حلو. زي ما مراتي بتعملها بالظبط، انا فنان. ودي معاها حته فراخ، هي الصراحة كان ناقصها بس الصلصة تكون غامقة شوية، بس طعمها حلو جدا. يلا بينا ندوق البانيه، شكله جامد أحسن من بتاع كنتاكي. ونجيب الصوص الجامد ده، مايونيز على مستردة على كاتشب، ونقلب كتير كتير. بسم الله. جامد موت بجد، تسلم ايدي. طبعا مراتي ورا الكاميرا هتموت من الجوع. ف لحد كده تكون الحلقه انتهت. ما تنسوش لو عجبكم الطبخ ده والحاجات دي دعمونا عشان اكمل في حلقات تانية. انزلوا اعملوا سبسكرايب واشتركوا القناة ولايك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد. وانا باخد الاكل ده وناكل انا ومراتي. يلا بينا باي.